من اليوم رح نبلش حياة جديدة. مليت من التعب. وانت لا عم تطلع كتير، عم تفهم؟ وكيف بدنا نبلش بالله؟ روح على ازمير. هاي انسى عليها، من هون ماني طالع. اذا ما باخذ سوزان معي ما بتحرك. ولك فياط، انت ليش مخك ما بيشتغل؟ امتى رح تصير تفهم؟ خليل انتبه لكلامك. ها اي تكرم، تأمرني بشي تاني؟ لك افهم، لو بدي كنت سلمتك للشرطة بإيدي وخليتك تختخ بالحبوس، وبحياتك ما عاد تشوف الضوء. بس آخر شي رح أطلع وقت رح أحسب الله ما خلقك. وسوزان رح تكون عم تستناك، مو هيك؟ يا شاطر بتطلع بتلاقيها متجوزة ومعها كوم ولاد. ما عم بفهم، أنت مشكلتك معي ولا مع سوزان؟ فياض شغله لعقلك. اسمع، الشرطة بدون سعيد، وأول ما يلاقوه رح يحبسوه دغري. وقتها بتحمل حالك وبترجع لإسطنبول. عم تفهم فياض؟ ماشي. ومن هلأ لوقتها أنا شو بيضمن لي إنك ما رح تغدر فيني؟ وشو رح أستفيد من هالشغلة؟ بظن إنه نحن شركة، ما هيك؟ ليش؟ لأنه عدونا واحد واضح. خليل، انت يلي اجيت؟ انا فيان، لا تخافي. وين مختفي صار لك كم يوم؟ شغل بالي عليك. لا ينشغل بالك، اشتقت لك كثير. وانا كمان حبيبتي. شبك خليل؟ شو صاير؟ ما في شيء، لا تشغلي بالك. أخي قول شو؟ أنا دائماً بضل خايفة يصير لك شي، وإيدي بتضل على قلبي كل يوم. طمني بيان ولا تفكري بأي شي، اتفقنا؟ إيه. أنت كيفك؟ ماشي حالي، بس كل الوقت عم بستناك وادعي لك الله يحميك. مستحيل الأذى قبل ما أعمل كل اللي بدي إياه. أنت ريحي حالك. أخي بترجاك انسى، بكفي تروك شعور الكره والانتقام. خلص روح التفت لحياتك. أنا وحياتي يا بيان، ما في حياة بنوب. الماضي عم بيدمر لنا حياتنا وكل مالها عم تسود القلوب. إذا ما انتقمت من يلي عمل فيك هيك ما رح أنسى الماضي بحياتي. رح أدفع تمن اللي صار فيك لسامي وبتشوفي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.